إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، عاشر أشواط هذا اليوم الذي أعلنت انطلاقته منذ لحظات قليلة ومباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول غزيلة على مقدمة الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري ضمرها، بينما المركز الثاني من تأتينا هناك اللي هي مزنا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يضمرها، بينما المركز الثالث ليتصل الشروق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يضمرها، بينما المركز الرابع تأتينا في هذه اللحظات لما لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع يتابع هذه الانطلاقة على المركز الرابع. والمركز الخامس العنود لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود سالم بن حمد البطين عاشق العمالة المضمر للعنود، بينما المركز السادس لتأتي في سادس المراكز في هذه اللحظات هناك ملوح من هجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، والمركز هنا تصل في سابع المراكز أيضا بشعار هجن الرئاسة لتأتي الشاهينية من هجن الرئاسة يضمرها مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما النقلة مباشرة هناك مع المركز الثامن لتصل امواج لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيف النهيان الصادق فضل الامين يتواجد في ثامن المراكز، والمركز التاسع الواصلة مشهورة من هجن الرئاسة بقيادة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي، بينما عاشرا تصل هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد بتواجد مختار بن احمد في عملية التضمير. هذه العشر المراكز الاولى المتقدمة في هذا الشوط والمنطلقة دائما بالمتعة والإثارة، هذا السن الذي دائما يتميز بالمتعة بالإثارة بالقوة بالاندفاع المباشر أيضا بالبحث عن التوقيت الأفضل، ولكن ما زالت صوغة هي صاحبة التوقيت الزمني المميز في أول أشواطه هذا اليوم المملوكة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مطهر بن مايد الخيالي. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى مسار هذا الشوط، والمركز الأول تأتينا غزيلة ما زالت تغازل الناموس، تغازل المركز الأول حلم الجميع عشق الجميع، غزيلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يقدم هذه الانطلاقة، ولكن هناك الشروق تأتي من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير، ولكن لما تتدخل في هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم محمد بن مسر بالقوبع يضمرها، والتدخلات في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة تصل ملوح لتتدخل إلى مقدمة الشوط إلى المركز الثاني من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يضمرها، بينما القادمة هناك على المركز الرابع في هذه اللحظات اللي مزنا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي، والمركز الخامس القادمة على سادس المراكز عفوا الوصول من الشاهينية من هجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما سابعا هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد يتواجد مختار بن احمد في عملية التضمين. أعود إلى المركز الثامن لتصل هناك مشهورة من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، والمركز التاسع تصل هملولة لهجن الرئاسة علي بن مي الوهيبي، وعاشرا الظبي لسمو الشيخ محمد بن راشد لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم هناك يمعى بخميس الغويص يضمرها ويتابعها هنا بأداء جميل. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط، لما على الصدارة، لما على المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم محمد بن مسر بالقوبع أيضا يقود لما في مقدمة هذا الشوط، ولكن أرى أيضا الانطلاق من الشعار الأحمر أيضا يتواجد هنا بهذه الانطلاقة الجميلة الشاهينية، الشاهينية أيضا المنافسة مع الشاهينية من هجن الرئاسة، والجانب الآخر ملوح من هجن الرئاسة بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي لتصل على رابع المراكز هملولة من هجن
الرئاسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، والمركز الخامس الظبي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يمعى بخميس الغويص. يقدم هناك الظبي، ولكن وصلت مشهورة من هجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. يا سلام، السابعة وصلت العنود، العنود لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. دخلنا الخط المستقيم للكيلو متر الأخير. أعود إلى ملوح، أعود إلى ملوح على صدارة الشوط على المركز الأول لهجن الرئاسة. ملوح والشاهينية بنفس الشعار بنفس المضمر لهجن الرئاسة، تتواجد في المركز الأول والثاني، تسيطر على المركز الأول، وهناك الوصيفة، هناك الشاهينية من هجن الرئاسة. تأتي هذه الانطلاقة مع الشعار الأحمر، يتواجد مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن هنا الثالثة، الثالثة قادمة بكل قوة، هنا هملولة من هجن الرئاسة. يتواجد علي بن أمي الوهيبي، ولكن لما من الجانب الأيمن تصل بكل قوة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم محمد بن مسفر بالقوبة، وهنا الظبي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يتواجد في عملية التضمير. هناك يمعى بخميس الغويص، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط. ملوح، ملوح على الصدارة لهجن الرئاسة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي هنا هملولة في ثاني المراكز، يتواجد بشعار هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط. الله 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 الله، إذا هجن الرئاسة، هجن الرئاسة تضيف إنجاز آخر في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والثانية لمبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، المركز الثاني الدخول من شعار هجن الرئاسة مع اللي هي الشاهينية وملوح من هجن الرئاسة، هملولة وملوح من هجن الرئاسة، رابعا تأتينا مشهورة من هجن الرئاسة، وخامسا أيضا بشعار هجن الرئاسة. تهانينا والناموس. إذا أعود بالتوقيت الزمني، أعود بالتوقيت الزمني، ما شاء الله كانت هناك ملوح من هجن الرئاسة لتعلن بأنها بطلة هذا الشوط. تهانينا وإناموس. 7 دقائق 49 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، وتهانينا لمبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي للمرة السابعة في هذا اليوم. بينما المركز الثاني ما شاء الله اللي قادمة كانت الشاهينية، 7 دقائق 50 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لهجن الرئاسة، وتهانينا لمبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. ثالثا 7 دقائق 50 ثانية أيضا بالوفاء والتمام والكمال، هملولة من هجن الرئاسة، وأيضا التهاني لعلي بن ميل الوهيبي.